قصه اليوم. قصه اليوم قصه شائكه شويتين. الطالب اسلام صلاح الدين عطيته، ده طالب بالدفعه الرابعه بقسم كهرباء بهندسه عين شمس، كان في امتحانات الجامعه. الطالب ده اتقتل. اتقتل ليه؟ الطالب ده متهم بانه قتل رئيس مباحث المطرية، تمام؟ العقيد وائل طاحون الضابط بمصلحة الأمن العام. هقول لكم روايتين. الرواية الأولى الطلاب بيقولوا، اتحاد الطلاب قدم استقالته، بيقول إن الطالب ده كان موجود معانا في الامتحانات، وفجأة في حد دخل ضابط سأل عليه، وبعدين فضل واقف مستنيه بره، ولما طلع اختفى، ثم عثر على جثته في صحراء القاهرة الجديدة. طيب وزارة الداخلية قالت ايه؟ وزارة الداخلية قالت في بيان لها انها تمكنت من قتل اسلام صلاح الدين عطيطو المتهم باغتيال العقيد وائل طاحون اثناء اختبائه باحد الضروب الصحراوية بدائرة قسم شرطة الثاني التجمع الخامس، واثناء مداهمة القوات لمكان اختبائه بادر باطلاق الاعيرة النارية تجاههم، فقامت القوات بمبادلته باطلاق الاعيرة النارية مما ادى الى مصرعه وضبط السلاح الالي الذي كان يستخدمه. هذه رواية الداخلية اللي ما قالتش هو كان بيمتحن ولا ما امتحنش. قريت النهارده تصريحات لرئيس جامعة عين شمس بيقول ان الطالب فعلا امتحن وخلص امتحانه ومشي. بعد كده الشرطة لحقته، راحت هجمته في المكان، تتبعته عشان تعرف مكانه فين، كانت عايزة توصل، لان انا هنا هيجي لي سؤال. الشرطة عرفت ان في طالب مجرم متهم في جريمة قتل، او لديهم يقين ان هو اللي ارتكب الجريمة، ليه ما راحتش مسكته في الجامعة؟ طالما بيروح الجامعة واثق من نفسه كده، راحت مسكاه وتحول للمحاكمة، ليه استنت لحد ما راح وبعدين حصل معاه تبادل اطلاق نيران؟ هذا سؤال مشروع وواسع، لكن لان معانا حد يرد على ده، معايا الدكتور علي عبد العزيز نائب رئيس جامعه عين شمس. مساء الخير دكتور علي. اهلا، مساء الخير خالد. اهلا يا فندم. دكتور علي، بالنسبه للطالب اسلام، ايوه، الطالب اسلام حضر الامتحان في اليوم الاخير الذي عثر على جثته فيه؟ حضر يا فندم، وعندنا دايرة كاميرات كاملة موجودة في كلية الهندسة. نعم. مسجلة الحركة تماما، ومسجلة خروجه من باب الكلية الساعة 11:23 دقيقة بالظبط، وده مسجل وموجود في الكلية. يعني هو دخل وخرج من الكلية بالفعل؟ تماما. يعني الكاميرات جايباه لحد ما خرج؟ تماما. هل حصل في الجامعة، أي دخول لقوات من الأمن واصطحبوا اسلام من داخل الجامعه؟ على الاطلاق، احنا دول ولادنا ودي امتحانات، وبنحافظ على الجو ده تماما، واحنا اعتقد ان الشرطه والداخليه والامن مخليين الجو العام في الجامعه السنه دي جيد جدا، مفيش اي حاجه، العمليه التعليميه منتظمه تماما، والعلاقه اللي بيننا بتسمح لنا ان احنا نقول لهم، يعني حتى لو في حاجه معينه بنقول له من فضلكم ما نخش الحرم الجامعي، ودي وبتبقى في استجابه سريعه جدا جدا. هل حصل اي اخطار بوجود طالب متهم بقتل ضابط شرطه؟ لا لا يا فندم، لا، لحد معلوماتي انا لا. لا يعني، لكن اللي حصل بالظبط الواقعه اللي بيقولوا عليها الراجل اللي دخل اللجنه او اخذه او ما اخذوش، حضرتك تعلم تماما ان احنا بناخد غياب وحضور الطلاب في اللجان، وده البيان اللي نزلته كليه الهندسه بالتفصيل. الطالب حضر كل الامتحانات؟ حضر يا فندم، حضر لحد الامتحان اليوم اللي هو يعني توفى. نعم. هل في اتحاد الطلبه كليه هندسه تقدم باستقالته؟ لان قريت تصريح رئيس الجامعه ان ما عنديش اتحاد طلبه هندسه. بالفعل احنا ما عندناش اتحادات طلبه، لان الانتخابات السنه دي زي ما حضرتك عارف ما فيش انتخابات لاتحادات الطلاب، لان اللائحه بتاعتهم يعني لسه يعني في مرحلة شغل فيها، وبالتالي نعم. بالفعل السنة دي لم يحدث انتخابات اتحادات طلابية على مستوى الجامعة كاملة وليس لجامعة عين شمس،
اللي بيشتغلوا ولاد مجموعه من الاتحادات القديمه، مش اكثر من كده. بشكرك جدا دكتور علي نائب رئيس جامعه عين شمس.